بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، زينة الخلائق أجمعين، حبيب إله العالمين، المصطفى الأمجد، الرسول المسدد، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، اعلم ثبتك الله وإياي على الصدق والاتباع، ونجانا من الكذب والابتداع، أن مجموعة الراصد قامت منذ أكثر من سنة بعملين أقرت بهما كل عين، حيث أثبتت على هذا الشخص الجهل والكذب والتدليس بأسلوب واضح دون تلبيس. والجدير بالذكر أن المسلمين ألحوا عليه كثيرا بأن يرد ويبين موقفه، لكن طال الانتظار وعجزه عن الرد بالدليل العلمي قد أوقفه. فماذا قال وماذا نسب هذه المرة للشيخ النائيني وهو أحد أكبر علماء الشيعة؟ ماذا قال؟ خلونا نشوف. يعني هناك من يقول مثل النائيني، أن من يقول بأن هناك روايات ضعيفة في كتاب الكافي فهو مبتدع. أقول وهذا كذب محض. الشيخ النائيني رحمه الله لم يقل ذلك. الشيخ النائيني هذا أستاذ السيد الخوئي، الذي نقل العبارة الصحيحة هو السيد الخوئي. ماذا قال السيد الخوئي في معجم رجال الحديث في الجزء الأول صفحة 81؟ يقول السيد: وسمعت شيخنا الأستاذ الشيخ محمد حسين النائيني قدس سره في مجلس بحثه يقول إن المناقشة في إسناد روايات الكافي حرفة العاجز. والسيد الخوئي نقل هذه العبارة ورد عليها، لم يوافق الشيخ النائيني. فلاحظوا كيف قول هذا العالم الجليل ما لم يقله، قال مبتدع، والشيخ النائيني قال حرفة العاجز. وين هذه الكلمة؟ وين هذه الكلمة؟ هذا الشخص أيضا ماذا قال ونسب لعلماء الشيعة؟ خلونا نشوف. قال أيضا كمان في نفس المجلد صفحة 118: ثم اعلم أن الأخبار اختلفت في حال زيد، فمنها ما يدل على ذمه بل كفره لدلالتها على أنه ادعى الإمامة وجحد إمامة أئمة الحق، وهو يوجب الكفر كهذا الخبر. شو صار عنا؟ كم واحد الآن كفروا من أهل البيت؟ 2: زيد بن علي ومحمد بن الحنفية. طبعا هذا الشخص نقل من كتاب مرآة العقول للعلامة المجلسي في الجزء الرابع صفحة 118. ماذا يريد أن يقول؟ يقول أن زيد الشهيد ادعى الإمامة، والشيعة عندهم من يدعي الإمامة من غير حق كفر أو كافر. الآن جاء بكلام العلامة المجلسي، خلونا نكمل الكلام اللي هذا الشخص بتره وما أكمله، علشان نشوف رأي علماء الشيعة في زيد وفي هذه الأخبار الموجودة. انظروا أيها الناس ماذا بتر. هو وقف عند كلمة الخبر، لاحظ التكملة الآن على الشاشة، يقول العلامة المجلسي: وأكثرها، يعني الأخبار، يدل على كونه مشكورا، وأنه لم يدعي الإمامة، وأنه كان قائلا بإمامة الباقر والصادق عليهما السلام، وإنما خرج لطلب ثار الحسين عليه السلام وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان يدعو إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنه كان عازما على أنه إن غلب على الأمر فوضه إلى أفضلهم وأعلمهم.
تحت خط وإليه ذهب أكثر أصحابنا بل لم أرى في كلامهم غيره. هذا الكلام الذي بتره هذا الشخص ودلس على المشاهدين، سبحان الله، يضع الكتاب أمام الناس ويدلس ويبتر، ما عندنا تدليس، ما عندنا كذب. إذن عرفنا أن زيدا الشهيد، طبعا زيد الشهيد هو ولد الإمام السجاد عليه السلام، ولد الإمام زين العابدين عليه السلام. إذن عندنا نحن الشيعة أن زيدا ماذا؟ شهيد، وهو إنسان ممدوح عندنا، لكن هذا الشخص فعل ما فعل، ويترك الحكم كالعادة للمشاهد الكريم. أيضا هذا الشخص عنده تدليس من هذا النوع، ماذا فعل؟ عزيزي المشاهد، شيء عجيب، تابع معنا. كيف الرافضة يعذرون ابن مسعود؟ نعم، ورد في الحدائق الناظرة، نعم، كتاب الحدائق الناظرة، بأن ابن مسعود لم ينكر المعوذتين كونهما من القرآن، وإنما كان لا يسمح لنفسه بإثبات شيء من مصحفه الخاص به إلا أن يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وكأنه لم يبلغه الإذن. قال المحقق البحراني: فهذا تأويل حسن. الجميع الآن محروقين. طبعا يريد هذا الشخص أن يبين أن الشيعة يبرئون عبد الله بن مسعود من قوله بعدم قرآنية المعوذتين. يعني المعوذتين عند عبد الله بن مسعود مو ثابتة من القرآن، عنده مو ثابتة من القرآن. يريد أن يبين أن الشيعة يعذرون عبد الله بن مسعود، ونسب هذا الكلام للعلامة البحراني صاحب الحدائق، أحد علماء الشيعة. إذا رجعنا لكتاب الحدائق الناظرة الجزء الثامن صفحة 231، شنو راح نشوف؟ راح نشوف أن الكلام الذي ذكر هذا الشخص موجود في الهامش للكتاب. الهامش مو كلام الإعلام البحراني، هذا الكلام نقل المحقق الأيرواني عن كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني، وهو عالم سني مو شيعي. فلاحظوا شلون، لا، نقل كلام لأحد علماء السنة ونسبه للعلامة البحراني. خلونا نشوف مع بعض ماذا قال المحقق في الهامش. يقول في الجزء الثامن صفحة 231، هذا الآن كلام من المحقق الإيرواني ينقل من كتاب فتح الباري اللي صاحبه عالم سني. وفي فتح الباري الجزء الثامن صفحة 525: وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب الانتصار وتبعه عياض وغيره، فقال: لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن، وإنما أنكر إثباتهما في المصحف، يعني المعوذتين، فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئا إلا أن يأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، وكأنه لم يبلغ الإذن، فهذا تأويل منه وليس جحدا لكونهما قرآنا، وهذا تأويل حسن. قال المحقق البحراني: فهذا تأويل حسن. هذا الكلام الذي نقله هذا الشخص وبتر ما بعده، وهذا الكلام كلام ابن حجر مو كلام العلامة البحراني، وهذا تأويل حسن، إلا أن الرواية الصحيحة جاءت عنه، يعني عن ابن مسعود، أنهما المعوذتين ليستا من القرآن إلا أن يحمل القرآن على المصحف. وهكذا تبين أن هذا الشخص دلس على العلامة البحراني. كلام في الهامش نقل المحقق من كتاب لأحد علماء السنة، ها، وهذا الشخص جاء بهذا الكلام ونسب العلامة البحراني. عزيزي المشاهد، أنت من ستحكم عليه. ماذا صنع هذا الشخص أيضا مع أحد علماء الشيعة؟
وماذا نسب له؟ عزيزي المشاهد تابع معنا. النوري الطبرسي. ماذا سوف نفعل؟ في صعوبة في القراءة، وأنا اعترفت لكم يا ذكرت لكم من قبل أن هناك صعوبة في القراءة. إذا الأخ المخرج ما عمل زوم لن أستطيع أن أقرأ، وسوف أضطر أني ياريت يعمل زوم أكثر. جيد جيد بس أيوة. ألا ترى كيف لم يصرح النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام بالخلافة بعده بلا فصل؟ هذه بلا فصل بيعرف شو معناتها الحيدري، ولذلك أهديها له من كلام الطبرسي. بلا فصل لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام بالخلافة بعده بلا فصل في يوم الغدير. ما صرح. نشرب في شيء في الصفحة الثانية. وأشار إليها. طيب أعرضها لكم للتوثيق. وأشار إليها بكلام مجمل مشترك بين معان يحتاج في تعيين ما هو المقصود منها إلى قرائن. هذا من؟ هذا نوري الطبرسي. لو يلاحظ المشاهد أن في الشاشة الآن أمامك مكتوب في نفس الصفحة الأولى التي ذكرها التي عرضها مكتوب فإن قلته. لاحظ هذه يا جماعة شبهة نقلها العلامة الطبرسي على لسان المستشكل. شبهة نقل العلامة الطبرسي على لسان المستشكل، يعني مو كلامه. هذا شخص ماذا فعل؟ نسب هذه الشبهة لمن؟ للنوري الطبرسي رحمة الله عليه. وأما رأي العلامة النوري في هذه المسألة في أدلة الإمامة عموما شنو رأيه؟ في نفس الصفحة الثانية اللي ذكرها صفحة 181 الآن العلامة النوري يرد الإشكال. ماذا يقول؟ اسمع ماذا يقول. قلت هذه شبهة أوهى من بيت العنكبوت التي هي أوهن البيوت فإنه منقوض. ثم ذكر أولا وثانيا إلى أن وصل إلى ثالثا. ماذا قال؟ بتصريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخلافتهم، يعني الأئمة عليهم السلام، على ما نراه معاشر الإمامية من ثبوت النص الجلي في الأخبار المتواترة في مرات عديدة كما قرر في محله. هذا جواب الشيخ النوري على الشبهة التي أوردها من المستشكل. فهذا الشخص ماذا فعل؟ نسب الشبهة للشيخ النوري حتى يوهم الناس. أتوقع المسألة صارت واضحة جدا لكل منصف. والآن بعد أن انتهينا من ما انتخبناه من أكاذيب وتدليسات هذا الشخص ولدينا مزيد، ننتظر منه بل نتحداه أن يرد بخصوص الأعمال التي ذكرناها، ولن يستطيع، ونحن والناس ننتظر رده. وإلى ذلك الحين عطوا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.